القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الغفار میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، شامل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير تعملون. بے شک ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت اچھے، بارک اللہ، بارک اللہ. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. هُوَ اللَّهُ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله. ما شاء الله، بہت اچھے، بہت اچھے، ماشاءاللہ. واللہ الذی لا الہ الا ہو، واللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادة، هو الرحمن الرحیم. هو اللہ. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله. ما شاء الله، ما شاء الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جمیل. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا بے شک بے شک ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھتے رہے. یوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بہت اچھے. یہ تھے آپ کے سامنے جامعہ رحمانیہ خامبھیہ کے شعبہ تجوید و قراءت کے بہت مقبول استاذ جناب قاری اسامہ صاحب حفظہ اللہ یہ تلاوت کر رہے تھے اور میرے سامنے یہ شعر آ رہا تھا. ذرا سی پی کے بہکنے لگے ہیں یہ دیوانے، ذرا سی پی کے بہکنے لگے ہیں یہ دیوانے، یہ اور پی لیں تو کیا ہوگا خدا جانے. مبارک ہو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.